السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم واحد لي كرواسون، دي كرواسون سالي افيك اون بات لوفي فيتي مع رمضان اللي راهو جاي ان شاء الله يلقانا ان شاء الله كامل بالصحه ولهنا. سي اون بات مانيفيك، شوفوا ما فيهاش بزاف الغرا، تجي سهله بنينه خفيفة، الحشو ديالها ايكونوميك. انا اليوم راح ندير فيها غير الكاشير والفرماج، نتوما تقدروا ديروا واش حبيتوا. المهم هذا وين خرجوا من الفوق، راهي الريحه دايره حاله، بنتهم بنه ما نقول لكمش. دونك نتمنى ان شاء الله تتبعوا لا فيديو حتى لافان وتعجبكم، وتسيو هاد لا روسيت وتشاركوني واش سييتو ان شاء الله في المجموعه ديالي تاع فيسبوك ولا في الانستغرام. أنا نفتح حبة معكم، شوفوا كيش تخرج مورقة لداخل ويجي بزاف بزاف بنين. لهاد العجينة السهلة لازم لكم 500 غرام ديال الفرينة، نحط عليهم مغرف كبيرة ديال خميرة يعني لا لوغ بولونجير، مغرف كبيرة ديال السكر، نزيد عليها ان باكي دو لوفور شيميك. دونك نخلط كامل النواشف كيف كيف باش نجمعها بالماء، نزيد نحلكها دوك، نحط مغرف صغير ديال الملح، من بعد في الوسط نحط ندير كيما هاك، نكسر حبة بيض، نبدا نلم بالماء دافي. الماء هنا راني حاطه 4 لتر ديال الماء، ونبدا نجمع العجينه ديالي. دونك العجينه لازم تجي ماشي يابسه، لازم تجينا يابسه وما لازمش تتلاصق بزاف. دونك ندير انا حطيت 4 ريتلا تاع الماء، من بعد نشوف اسكو نزيد ولا لا. هي على حسب الفرينه وعلى حسب البيض، كاين بيض يكون كبير ثاني الفرينه تشرب، ثاني هنا دوموندي لنا الماء. العجينه نعجنها شويه برك واحد زوج دقائق، تقدروا تستعملوا البيطرون، تقدروا تعجنوها بيدكم، انا راح نعجنها بيدي بس ما تطلبش بزاف العجين. هنا راني نشوف بلي يكفي، درك نعجنها ونوريكم كيفاش تخرج لي. هاي لك العجينة ديالي بعد ما عجنتها واحد 3 دقائق، دوك نخليها تخمر لي مدة لو روبو على حسب الجو اللي يكون. دونك انايا نخليها 4 ساعة ونشوف، اون توكا لازم تختمر لي، لازم تخمر لي ودوبلي لي الفوليوم. العجينة ديالي بعد ما خمرت لي هايليك، دوك نحطها فوق لو بلون دو طرافاي ونحلها بهاد الطريقة. جو فارين ليجيرمون برك، ونفتحها بالحلال بهذه الطريقة. Donc c'est une pâte levé دوكا نرجعها فويتي. لا مارغارين دو فويتاج نسحق 200 غرام،
دونك كيما اذا راكو تو ماركيو ما فيهاش بزاف الغرا دونك تجي موين غراس على لا بات فيتي اللي مورفين نخدموها elle est légère parce qu'elle est elle est levée c'est une pâte levée donc تخرج لكم بزاف بزاف خفيفه وما تقهمش على بالنا بلي لا بات فيتي شويه تقهم باسكو تجي فيها ليدان مي هذه ما فيهاش بزاف لا مارغارين دو فويتاج دونك حليتها بهذا السمك يعني ما يهمش السمك المهم برك نفتحها باش نحط لا مارغارين دو فويتاج ديالي هاي ليك لا مارغارين ديالي انا قلت لكم حطيت 200 غرام درتها بين زوج شكاير وفتحتها ما سكرتش كاين هذيك لا فاصون تاع سكر الجو تقدروا مي جو بريفير ندير هكايا وانا دركا نحطها في الوسط نسي كيش نحطها في الوسط ونروح نغلق عليها كامل العجينه اللي بقات لي كيما هاك نسي كيفاش نغطيها كامل ونروح ندير دو تور سامبل نسودي كامل هاد الجوانب باش ما تتفتحليش نخبطها هكا بالحلال باش نمشي لا مارغارين ديالي من بعد نروح نفتحها نرش البلونت دو طرافاي باش نكون متاكده ملي مش راح تلصق لي هلا نفتحها بالطول كما راكم تشوفوا نطوي الجهه التحتانيه ولا الفوقانيه كيف كيف نسي نجيبها للوسط كيما هاك باش نزيد نقلب واش قعد لي فوقها فوالا الطريقه راهي سهله بزاف درك واش ندير نزيد نرش شويه برك فرينه ونقلب لاباط ديالي من هذه الجهه فوالا دونك الفتحه هذه تكون في الجهه اليسرى نرش شويه من تحت ونزيد نفتح كيما فتحت المره الاولى نفتح يعني قد ما رققت قد ما مليح استعملوا ان بلون دو طرافاي يكون كبير دو بريفيرونس فوالا هنا بعد ما فتحتها مليح نعاود نفس الطريقه يعني نجبد الليل تحتها العجينه التحتانيه ونطوي فوقها العجينه الفوقانيه ونعاود الطريقه الفتح يعني الطريقه اللي استعملت في الطريقه الاولى شوفوا قلبت العجينه ديالي بحيث تكون هذه الفتحه من الجهه اليسرى نرص شويه ديال الفرينه ونعاود نفتح للمره الاخيره دونك فيها زوج دورات دونك دو تور سامبل نعاود نفتح هنا راني فتحتها درك طريقه الطوي كما حبيتو باسكو العجينه ديالكم خلاص راهي واجده للاستعمال تقدروا تخبوها كما راهي في الفريجيدير تغطوها بساشي ولا بالفيلم اليمونتير ولا تقدروا تاني تستعملوها تمتم دونك كي تحطوها في الفريجيدير وقت ما حبيتو تستعملوها دوك نحلها نقطعها قدامكم ونوري لكم التوريق كيفاش خرج
حواليك ان شاء الله راه يبان. فوالا لو فيتاج العجينه ديالي راهي واجده. دوك نوريكم انا لي كرواسون اللي راح نستعمل اليوم. ناخذ شويه ديال العجينه قسم نستعمل انا اليوم، نفتحها نرش شويه تاع الفرينه في لو بلون دو طراي ديالي، نفتحها رقيق، يعني نفتحها قد ما فتحتها رقيق قد ما مليح، باسكو علاش ما تنساوش بلي فيها الخميره لاباط ديالنا. دونك انا نحلها رقيق، بعد ما فتحت لاباط ديالي رقيقه كيما راكو تشوفوا، داخل كل حبه كرواسون حشيتها بالفرماج والباتي. نتوما استعملوا واش حبيتوا، تقدروا ديروا فكره، يعني نعطي لكم ديروا الطون تخلطوه مع عفوا تخلطوه مع الفرماج فوندو. حنا الحبه كيما راكو تشوفوا جبدوها مليح باش تجي الحبه تاع الكرواسون شابه. من بعد نحطهم كامل في السنيوه، نخليهم يروبوزيو 10 دقائق حتى 15 دقيقه، ما تنساوش باللي فيهم الخميره لاباط ديالنا. الفوغ ديالي راني مشعلاتو ديجا، نوجد صفر تاع حبه بيض، ندير له شويه ديال الحليب، نطلي كل حبه بالجوندوف بالصفر من الفوق، ونحط عليه جلجلان ولا سانوج ولا البافو كامل يجو بنان. مدة الطهي تاعهم يعني ما ديباسيش 15 دقيقة. أنا الفوق ديالي مشعلاتو 180 درجة، السنيوة ديالي نطلعها حتى الفوق، نكتيفي لافنتيلاسيون كي يتحمروا لي من الفوق ومن التحت، نخرجهم. نفتح حبة معاكم، شوفوا كيش تخرج مورقة لداخل ويجي بزاف بزاف بنين، مليحه على رمضان باش تبدلوا شويه على البوراك.